اهلا وسهلا شرفتي. يعطيك العافيه. ريهام؟ انا ما عم صدق اللي عم شوفه. اهلا وسهلا، انت رجعتي على المحل كانه صار فينا نقول انه رجعت ريهام لبقاليه ليلى مره تانية. ايه رجعت زبرجد. شو بدك، لازمك شي غرض لفوت جيبه؟ لا ابدا ما بدي شي ابنه. على فكره هنيك على هديك الزاوية فتحت محل جديد، يعني نحن صرنا جيران بالمحلات. فتحت محل عم بيع فيه لانجري أشكال وألوان، عم بيع كتير الحمد لله، وأنا جاي لهون مشان خبري. أها موبايلي عم يرن. ليك لا تترك محلك فاضي بتخسر. المحل بده رجل مكسورة، ما بصير ينترك. ما لا تتركه فاضي روح لحق رزاق. يلا طبعا لا تختفي ريهام، خليني أشوفك. شو ما عم ترد؟ روقي عم يرن. ألو نعم جيجي. شو أخبارك أنسي ريهام؟ وينك لهلأ؟ الساعة 10:22 دقيقة من التسعة كان لازم تكوني هون. دارين خانم إجت وجانبيك إجا الكل إجوا، وينك لهلأ؟ أنا استقلت. كيف يعني استقلتي؟ وإمتى استقلتي؟ ومن مين استقلتي أصلاً وليه؟ لحالي استقلت. ليش استقالت؟ شو صاير معها؟ ما بيصير تستقلي لحالك، لازم تجي على الشركة وتقدمي استقالتك، وأصلاً دارين خانم رح تقلعك بعد هالتأخير بكل الأحوال. قلت لك ماني جاي شباب. شو عم تقولي ريهام؟ إذا إجا جنبك وسأل عنك شو بدي أقول له أنا وقتها؟ جيجي جنبك. جيجي ريهام وينها؟ جيجي اصحك تعطيه الموبايل. بالموبايل؟ لا بالبيت، هي بالبيت قال استقالت وما رح تجي. ألو ريهام؟ شو بدك جيجي؟ استني وقفي وقفي ريهام لا تسكري. شو صاير؟ أنا ما رح أجي ابنه، استقلت. استقلتي؟ إيه وليش بقى؟ يعني لأنه كتير مليت، ما عاد بدي أشتغل بقى، وبعدين خطيبي ما بده يعني أشتغل لأنه عم أتعب، وقال لي إنه عم أقضي كل الوقت عندكم بالشركة فما عم أفضل حتى أشوفه، فبطلت. خطيبك ما بده؟ خلاص تيست. ريهام رح أسألك لآخر مرة، ما رح تجي لهون؟ قلت لك مو جاية. جانبيك أنا أول شي بدي أتشكرك كتير على الفرصة واللي تعلمته منك بالشغل عندكم، يعني عن جد الشغل كان. ألو سكر بخلقتي. سمعتي خطيبة اللي ما بده عم تقول؟ خطيبة خطيبة السبب؟ خطيبة قال لا لا تشتغلي فخلص ما رح تجي. هو خطيبة قال لك؟ ايه خطيبة اللي قال لا. سمعتي ليش ما بده تشتغل؟ تصطفل منا له شو دخلني؟ خطيبة ما بده اياها تشتغل. انت ليش عم تطلعي علي هيك بنظرة استجواب؟ شفنا خطيبة بعيوننا، كلنا شفناه بالمخيم. ايه ما شفتي انت كمان؟ شبك نسيتي؟ ماشي خاطبة البنت ومنشان هيك عصبت، كان معنا بالمخيم. اوف يا وهيبة اوف، وين جرحت ايدي بسببك؟ كل الطبخ والشغل ببينوا سهلين معك، شو هاد يا؟ بشو ورطت حالي انا؟ هدول يا ترى غلو؟ ايه وشو بدي اعمل هلا باللحمه؟ يا الله شكلهم ما رح يغلوا بساعتين. بدي اجرب حطهم بالفرن. وهلا منحط البهارات. ايه وين البهارات؟ اخ لك هي احترقت يا الله، وهي بلشت تطف كمان. اخ احسن شي روح لعند عثمان وقول له يجي يساعدني. عثمان عثمان شو هالمصيبة؟ شكلك متبهدل نهاد بيك، شو هالحالة؟ اي والله. ليلي شو لازم اعمل؟ اخلط اللحمة بالاول ولا البصل؟ ولا قال لي البصل وبعدين حط اللحمة وقال لي يون سوا؟ شو انت اللي عم تطبخ؟ قلي وين وهيبة؟ مشغولة وحبيت اطبخ اليوم مفاجأة، بس خلطت كل شيء ببعضه وحرقت نص الاكل. رايح لعند عثمان بيفهم اكثر مني، بركي هو بيساعدني. ايه وقف انا رح فوت ساعدك، ما بدها القصة كلها الان. استني شوي وقفي. يا الله اخ ميسون خانم، ميسون خانم ما بدي عزبك، مو مستاهلة. انت بس قلي لي الطريقة وبعدين انا بجهز الطبخة. شو هالوسخة والكركبة نهاد بك؟ هي وهيبة دائما هيك اصلا. لا ميسون خانم بالعكس، وهيبة كتير نظيفة، بتجيها الجلطة اذا شافت المطبخ هيك. الحق علي انا. يا الله شو عامل انت؟ الاكل عم بيحترق جوات الفرن، وين ما حطيت ايدي بيطلع لي زفر. لك بس فهمني شو هي الاكلة، رح طلعها من هون.
وهي ما لنظيفة. وين حاطين؟ خليني جرب بهي. تارك الأكل جوا عم يحترق، يا الله منك شو مساوي أنت؟ لك مشان الله شو هالأكلة الغريبة؟ قلي شو عم تخترع؟ كواج. الكواج مو هيك نهاد بيك؟ يا الله تعرف شو اللي لازم نعمله؟ لا ما بعرف. كل شي عملته المفروض نكبه. نبدأ من أول وجديد. إيه موافق، حلوة الفكرة، خلينا نكب كل شي عملته وبنبدأ شغل من أول وجديد. ماشي. سمعت بيقولوا عن طبخك طيب. طبخي شي فخم ومرتب قدام طبخ وهيبة. خليني أول شي أجلي الأغراض كلهم ونظف كل شي بالمطبخ وبعدين بنشوف من وين بدنا نبدأ. يبعد لي حمّا. في عندكم كلور؟ شو عم تساوي بمطبخي قولي؟ يا تبع الكركم يا موسوسة. جوزك كان بده مساعدة وحبيت اجي ساعده، وإلا شو جابرني فوت على هالوساخة؟ استنى علي يا واطي، عم تقولي عن مطبخي وسخ؟ يا وهيبة شو عم تساوي؟ والله لا ساويك مثل الكركم واطحنك. أنا رايحة تصطفلي منك لجوزك أنت وهالوسخ تبعك. تاكل كرسني هاي وهيبة. أنتي شبك خلص حبيبتي، ليش هيك عم تشوهي صورتك كاميرا محترمة؟ حطيت تحتك خط أحمر. شوي وراجعت لك، راجعت لك، اصحك تتحرك لا تروح يا موسوسة. ويبة كيف يعني؟ دقيقة بس دقيقة، هيك وانت عم تحكي معه على الموبايل سكر بوشك؟ والله مو حلوة، عن جد عيب عليه. مو مشكلة جيهان، أكيد تضايق، يعني هو مديري وحقه ينزعج. بعدين دخيلك ما رح تفلس الشركة بلايي، بعد ساعة بتلاقيهم جابوا بدالي موظفة خدمة. ايه أحسن، وهيك موضوع جنبك بيكون تسكر وريحتي حالك. بس والله يعني الحقيقة هو حلو بياخد العقل، وعن جد كتير ظريف وأحلى من ثلاث أرباع الشباب. بس عادي، ايه مو مشكلة، بيلتقى غير جان عادي بتلاقي. لا ما تلاقي. انتي ما ريحتيني زدتي لي همي. جيهان يا ريت لو في واحد تاني مثله لجان. يا ريت. تشربي مي غازية؟ نتذكر أيام زمان؟ ايه افتحي لي وحدة لأشربها وخلاص لا تقلبي وشي يلي كاتبه الله يا محلا. تعرفي شو؟ اشتقت كتير للبقالية والله، يعني أنا حياتي هون، بحط المجلات عالستاند وبحط أناني العصير جوا. هالشغلات بنبسط فيهم، هذا هو شغلي. شو الشركة؟ عجقت ناس وإعلانات وحملات، شغل تصاميم ومشاريع. هنيك الحياة كلها ألوان وعجقة وفوضى، مانا طبيعية، يعني طول الوقت بتضلي عم تشتغلي. أنا ماني قدة، عن جد كبيرة علي، فالأحسن إني أرجع لهون، ما هيك؟ إيه صح معك حق. بالأخير أبي عنده بقالية وما عنده صبي يساعده. إيه أكيد. شو فيها؟ ما رح أتركه حرام. هاي بقاليتنا، يعني ما عندي مدير هون، شو بدي أحسن من هيك؟ طيبة اجت بوقتها. ليكي بالإذن أنا عندي كم شغلة لازم أعملها. ولي شو حلو بجنة، يعني وجود شاب حلو وظريف كتير ضروري بحياتنا، يعني شو عم خبص. يلا امشي تشربي أنينتك على الطريق. لوين؟ على الوكالة. ما بدي روح. ايه وأنا ما رح روح، بقرا مجلة. شو هاي؟ مجلة الآداب والثقافة رح أقراها. وأساساً هي بقالية فيها مي وأكل وشرب، شي مناسب للقعدة والهوايات ظراف، رح أقراهم كلهم مو مشكلة. يا حبيبتي يا روحي انتي، صدقيني نيتي كانت منيحة، أنا كنت حابب اليوم فاجئك وأطبخ لك، وبعدين فجأة فاتت ميسون على البيت دغري وما لحقت أمسكها برا ووقفها. أنا نيتي كانت منيحة، يعني كنت حابب أعمل لك أكل كتير طيب ورومانسي. إيه صحي، وبعدين غير هيك مو قلتي لي ما عاد أطبخ لك أبداً وعمل أكل لحالك إذا جعت؟ ما قلت. أصلاً أنا متضايقة منك من وقت القصة تبع اللبن والكركم، وعم تتغزل بميسون كمان قدامي، جسمه شو حلو ونحفانة وما بعرف شو. شبني أنا ليش؟
لا بالعكس، أنا بحبك كيف ما كنتي وهيبة. أنت حلوة بكل حالاتك، أنا وقت حكيت هيك مشان صحتنا يا روحي. اسمعي شت وهيبة، تعي نتصالح. يلا بقى، بوعدك رح أعمل كل شي بدك يا. سلام عليكم. يا بنت شو جابك من هون؟ فوتي من الباب مثل العالم والخلق، شو فاتحين أوتوستراد من الجنينة نحنا؟ بحب الجنينة أكتر خالتي وهيبة. بعدين إلي زمان ما قعدت معكن وحكيت أنا وياكم، قلت لأجي اطمن عليكن وندردش. إيه كتير منيح، تمام، قضي شوية وقت مع خالتك وهيبة وانبسطوا اتنيناتكم بالحديث. أنا رايح على البقالية شوف ريهام شو عملت. لا بلاها، خليك معنا عمي، لا تروح لمكان لأنه بدي أخبركم شغلة، والشغلة هي إنه أنا مو قصدي أنا هاتي البشارة خالي وهيبة. عملت لك بحث وفتت على الإنترنت ودورت على طريقة للتنحيف، وطلع الرقص بنحف من أفضل الطرق، بالرقص بتحرق سعرات. لا عن جد؟ قلت لي رح تعمل أي شي بدي يا ما. أي بعمل. ماشي لك، نحن جاهزين، بدنا نرقص فورا. نرقص؟ رح نرقص كلنا مع بعض. شو؟ مرحبا احمد. اهلين. ليك شو حضرت لك؟ اكله كتير طيبه، انا متاكده انك رح تحب ذوقها. بعدين هي فيها كتير بروتين مشان العضلات. أوه. رح تلاقيهم عم يكبروا ويصيروا احلى. الف صحه وهنا. ما احلى. انت ساحره يا بنت، عن جد ساحره. والله مو سهله. لك مستحيل حدا ينفض منه. اهلين يا بنت، احلى. هذا هو نفس اللي بيجي مع الحال. شهي ريهام، عن جد كتير طيبه، كتير حبيتها. عن جد انتي مانك جينك طبقتي؟ لا تصدقوا حكي، عم تكذب. هاي ايه دارين؟ اي اجتماع؟ كمان هالمرة نسيت الاجتماع. طيب تمام، رح اجي فورا. ريهام طلع لنا اجتماع طارئ، رح روح مشان اقدم حملة الدجاج اللي اعطيتينا فكرتها. امتى بتسكروا البقالية؟ رح سكرها فورا. تمام، معناتها بشوفك المساء بالبيت، رح اجي زوركم. جاي على البيت؟ جام بيت؟ جاي اللي عندهم على البيت؟ رح يجي على البيت أهلا. لك يخرب بيتك، شو هالإذن اللي عندها هالمرة؟ شلون بتسمع؟ شي حلو والله وهيبة، خليتيني فوت على المستودع بعد 10 سنين لطلع هالمسجلة وتعبيت غبرة. لقيت الكاسيت، بهاد في موسيقى للرقص. فرحتيني. جاهزين؟ ايه جاهزين. الله جاهزين يا وهيبة؟ في ألف طريقة لندوب الكرش، فهميني لشو الرقص؟ ما كان فينا نستعمل غير طريقة؟ رح تعمل كل شي بدي يعني هات. يلي بدي اياه انتهينا. يلا شغلي لشوف. كرشك هزه يلا. ايه رايحة شوف ريهام وبرجع لكم. لوين رايحة؟ والله ما بعرف. رصي والله ما رقصنا هيك رقص من يوم عرسنا، حاسس حالي عم بستفيد كتير. بيكي حاسس حالي من هلا عم بنحف. ليش فاتحين باب البيت؟ يا الله منكم، ليش مو مخبريني انه في حفله؟ تعي هسي تعي. ايوه.
كنت جاي اقول لك شغله بس نسيت شو هي بعد هالرقصه وبناها. شو هالقصه؟ اوه عن جد الرقص حلو روعه. يلا جيجي احكي لنا بدنا نعرف شو صاير. شو بدي اقول؟ سمر قالت لي انك بتعرف شو بدي اقول؟ بتعرف شو انا ما دخلني بشيء. انت اكيد بتعرف. يلا احكي ما عندي شيء اقوله. فهموني يا جماعه خلوني انا ما بعرف شيء. ايه يلا احكي انا ما بعرف. شو بكون؟ خلص اتركوني حلوا عني شوي. يلا شو بدي اقول؟ رح نضل قدامك يا جماعه رح احكي مشان قصه فيهم وخطيبه. ايه كمل. ايه احكي. ما بده اياها تشتغل بالشركه هي هيك قالت لي. كلكم شفتوا انه خيرتني ما هيك؟ جيجي شو عم يصير هون؟ اهلا وسهلا امير بك. اهلا فيكي اخي. اجا جان بيك ودارين خانم والفريق فاتوا على الاجتماع. ايه طيب لوريس بس تشوفي ريهام بعطيها فوق. امير بيك ريهام مو هون هي خلص استقالت. ليش؟ بصراحه ما فهمنا منيح بس قال خطيبه ما عاد بده اياها تشتغل بالشركه. يلا شو الموضوع احكي لنا فهمنا لا تسكت جيجي. ايه طيب طيب ما صار لك بتعرف زمان بس نحن رفعتك من زمان مو هيك؟ خطيبه ما بده. ريهام وينك انتي؟ خلص بقى يا شباب نفختوا لقلبي. حاجه تسالوني ما عندي شيء اقوله ابدا. ما بعرف شيء قلت لكم اللي هي قالته. لك حاجه ما بعرف شيء بنوب. تمام اهدى اهدى جيجي. خلاص جيجي روق. صحه وهنا على قلبك. أمير بيك إذا مو مرتاح بالقعدة فينا نروح لمكان تاني. لا مو مشكلة. ريهام ليه استقلتي؟ ليه ما استنيتي؟ لا تشغل بالك ما رح أحكي عنك أبدا. حاولت أحكي مع جان بيك بس ما قدرت أعترف وهو عم يضغط علي دائما فما رح أقدر كمل شغل بهالوضع. كيف عم يضغط؟ يعني معقول شاكك؟ ما بعرف أنا ما بتوقع. إجا على البقالية ليسألني ليش استقلت وقال رح يرجع مرة تانية لو سمحت قل له ما عاد يجي بقى. فهمت خلص أنا بحكي معه. شوفي ريهام أنا كتير بعتذر ورطتك بكل هالمشاكل. لو فيني امحي اللي صار لما تطلع أنت وجان بيك من حياتي وقتها بتكون محيته. لو سمحت لا تدق لي لا أنت ولا جان بيك حتى. تمام بالإذن منك. عندي سؤال. أنا لهلأ ما استوعبت اللي صار. معلش تقلي ليش ساويت هيك مع أخوك؟ الموضوع شاغل لي بالي بصراحة. هذا الشيء من سنين وأنا عم عيشه. شغلات بدي إياها وما حصلت عليها. الفرص تجي دائماً لحضن جان. حتى أبي بيحبه إله أكتر مني. خلص القصة طويلة كتير. حكيت أنا وأبي وهو راجع وجان قايل إنه عم يفكر يسافر وأنا خلال هالفترة حأدرس أموري يمكن أنا أستقيل كمان. جان بيك رح يسافر متأكد؟ ما ضل عنده سبب لحتى يضل هون. جان ما بيقعد بمكان واحد ما بيقدر ينأسر بيحب يكون حر. الكل بيحبوا يضلوا مع جان بس هو ما في يضل مع حدا. دغري بمل من كل شي ومن الكل. هيك فجأة وبدون سبب بيمشي. برجع بعتذر. أنا رح أمشي. لا ريهامتي شو رأيك نروح على الشاطئ؟ ومناخد موزو معنا وبيخبص مثل العادة ونحن منضحك. والله رح نتسلى كتير. أنا أساساً جاي من هنيك ما بدي روح. بصراحة أنا حابة أكون مدربتك بالحياة بس يعني الشي اللي عم تعيشي أكبر من طاقتي ريهام. مع الوقت بتحسن ما تاكلي همي.
رح أرجع لحياتي القديمة وأنسى اللي صار. طلبت من أمير بيك إنه يبعد أخوه عني. وهاد جان بيك ما بده يحل عنك؟ جيهان، أكيد عارف إني بحبه هلا وصار متقصد إنه يلعب معي لعبة القط والفار. عارف؟ معقولة؟ إذا ما عارف لكن ليش مصر يضل يسألني كل مرة شو كنت بدي أقله بالبيت؟ أو بلكي هو من الرجال اللي بيحبوا الاعترافات، ناطر تعترفي له إنك بتحبيه مثلاً، وهيك بسجل عنده بنت جديدة وبروح لوحدة تانية فوراً. في عنده كتير بنات راكدين ورا. انسي، القصة خلصت. إيه فعلاً، راح الهم، ارتاح راسك. مو هيك الهيئة جان بيك؟ يا ويلي، شو هاد؟ جاي لعندك جيهان، نزلي لعنده لهي، اتفقنا؟ وانتي لوين رح تروحي؟ ما بعرف لوين رح اروح، بلاقي حل. اي طيب، وانا مثلا بشو بدي لهي؟ مرحبا جان بيك، اهلا وسهلا. شكرا وهيبه خانم، طمنيني عني. انا منيحه، كيفك انت؟ كثير منيح، بنشكر الله. ريهام موجوده بالبيت؟ ايه بالبيت، باوضتها. فوت تفضل. ريهام عامله شي مشكله؟ لا مو هيك، جايه مشان موضوع تاني، ما في مشاكل. حاستناها هون، بس ناديلها لو سمحتي. تمام. ريهام، ريهام يا روحي، انزلي، جان بيك واقف عم يستناكي. اهلا وسهلا جان بيك. مرحبا. ما شاء الله عليك، طالع كتير حلو، الطوق كتير ستايل. ريهام مو هون، بشو بساعدك؟ روحي بسرعة ونادي لي ريهام. يلا يلا طلعي لفوق ونادي ريهام على السريع. بس ما حلوة هيك تضلي واقفة هون وهيبة خانم. خلاص ما في داعي، خليكي جوا حضرتك وأنا هون عم بستناها لحتى تجي، ما بدي عزبك. أستغفر الله ولو، بس طالما حكيت رح فوت. عم أهلك ديري بالك. ايه سلامات، يسعد مساك أخي. ومساك يا عم أهلين. مين هون؟ جيهان افتحي جان بيك على الباب عم يستناكي. ليكي لا تنزلي، خليكي عند الباب. جيهان رح أهرب من البيت. شو قلتي؟ ما فهمت عليكي. يا الله. يي ريهام، ريهام بنتي افتحي الباب، شبك. يا الله دخيلك. لك ما في صوت، ما عم تفتح الباب، وين اختفيت؟ لا اكيد صاير شي. مذهلة، فظيعة، قد ما حكيت عنك قليل، أنت رهيبة. يلا تعي جيبي البوط وتعي نحكي شوي. مو طبيعية. البسي البسي برجلك، مو معقولة. لا لا من هون، السيارة ليكا. أنا وأختي نحن وصغار كنا نهرب هيك من البيت. انتبهي، منقعد هنيك. ايه، وطبعاً لما نرجع كنا ننط عن حيط الجنينة. طفولتي كانت مليانة بالحركة. وطفولتي كمان كانت مليانة حركة ونشاط، كنت أتعربش على الشجر مثل القطاط. ايه طبعاً متوقع.
جان بيك؟ ليش بتضل عم تلاحقني كل الوقت؟ ليش برأيك؟ ما بعرف. ما بتعرفي. وليش دائما بتخليني شوفك ريهام؟ يعني ليش اجيتي على بيتي مرة بنص الليل؟ أو ليش مثلا تمشيتي بالغابة كذا كيلو متر مشان تدوري علي؟ يعني ليش لما مد ايدي بتوافقي تمسكيها وبتروحي معي؟ ليش؟ ما بعرف. هاد جوابك؟ معناتها أنا رح أقلك ما بتعرفي لأنه ما في داعي بنوب. لا تفكري بالموضوع، اسمعي قلبك شو بيقول. كيف؟ روحك وقلبك، المهم إنك تسمعيهم. سمعت قلبي لهيك اجيت لعندك. ريهام هلا لشو البكا؟ شو صار لحتى نزلوا دموعك؟ شو في؟ كيف قدرتي تضلي بريئه لهالدرجه؟ ما بعرف. حاسه اني ما بعرفك. صايره وحده تانيه بشعه وشريره كثير كمان. عم تعملي مشاكل بمكان شغلك وعم تضحكي على الاخين وتستغليهم. احكي ورح تخبري عن عمايلك؟ اه؟ فتي على البيت مثل حرامية وسربتي معلومات وجبتي على مكتبي صور تبع الحملة. رح تحكي له كل هالشغلات؟ ريهام، ريهام لوين رايحة؟ جانبيك انت فهمت كل تصرفاتي غلط. ريهام بعد عني لو سمحت، خلص اتركني. جنبك لو سمحت اتركني، خلص اتركني. ريهام لك تمشان الله، ليش هيك عم تساوي؟ ما عم بفهمك، ما عم بفهم شيء. ما بدي اياك فهمني، اتركني وخلص. انت اصلا ما بتعرف شو انا، ما بتعرف مين بكون. اتركني، ما بدي اياك. كثير واضح اللي عم قوله. اسمعي ريهام، هالمزح مو وقته. عم تحكي جد؟ بدك روح يعني؟ ريهام ليكي، آخر مرة بسألك ولهيك فكري منيح. إذا قلتيلي ضل بضل، وإذا قلتيلي تركني ما عاد تشوفي وشي. شو هالحكي هاد؟ معقول نطت من الشباك؟ ايه والله، عم قلك نطت من الشباك وهربت. كم مرة بدي عيدني هاد؟ يعني جان بيك اجا لعنا وهي نطت من الشباك؟
لحظة، معقول في شي مشكلة؟ في مشكلة قلتك؟ إيه؟ إذا في مشكلة وقتها بتطلع من الباب، لشو لا تروح تنط وتهرب من الشباك؟ يسلموا وهيبة. صح طيب اسمعي، من هي وصغيرة لما كانت تخجل من شي تهرب من الشباك أو كانت تهرب من الجنينة، بس ليش عملت هيك لما إجا يا ترى؟ لو كانت ليلى هون كنا عرفنا أكيد. إيه آخ، بتكون غلطانة بشي شغلة؟ آه يا ترى هالبنت بشو غلطانة؟ دخيلك يا ربي، معقول تكون خلت الشركة تفلس؟ لا وهيبة مو هيك، طولي بالك شوي. ريهام مو بتشتغل هنيك موظفة خدمة؟ شلون رح تكون سبب بإفلاس شركة كبيرة؟ كوني منطقية. أي منطق وبنتك مجنونة؟ لا لا ما لا مجنونة، بتضل متحمسة لهيك بتحسيها غريبة. وقف وقف، هي ريهام أكيد، رح أطلع أحكي معها وحاول أفهم منها الموضوع. حاولي تكوني قاسية معها، كوني مثلي بهيك موقف. ريهام ريهام وين كنتي؟ احكي. ليكني رجعت، معلش نحكي بالموضوع بعد. هلا قولي. ريهام خير بنتي؟ شوفي ليش عم تبكي؟ خوفتيني، شو الموضوع؟ ولا شي، ما تخافي. هذا اللي اسمه جانبيك المدير تبع الشغل عمل شي ضايقك؟ يعني ليكون قال لك مشان هيك زعلانة؟ لا هو ما عمل لي شي امي. بنتي شو صاير؟ فهميني، لا تخليني جن. انطقي. أمي ما فيني خبرك، يعني ضروري كل شي تعرفوا عني. أنا متضايقة، قلبي موجوع، ما عاد تسأليني شو في، مو ضروري تعرفي. تعي حبيبتي تعالي لهون، عادي روقي يا روحي ولا يهمك، لا تحكي إذا مو حابة. بنتي الصغيرة حبيبة قلبي. أمي ما عاد بدي روح على هديك الشركة بنوم. تعبت. خلص لا تروحي، لا تروحي إذا أنت بدك هيك. جيهان يا بنت، شو جايبك بنص الليل وبالبيجاما؟ انت شو اللي عم تساوي عندك لهلا؟ انا بفتح لهالوقت. شوفي في شي مشكله؟ يلا جاوبيني شو القصه. دقيقه. ما تاخرتي منيح، تعي يلا. شو صار خالي وهيبه؟ انشغل بالي لما اتصلتي بهالوقت. بنتي ريهام قاعده فوق بغرفتها ومتضايقه وما حكت لي بنوب. طلعي انت شو فيها وبعدين تعي خبريني. خالي أنا أكيد ما رح خبرك، رح أطلع أحكي معها بس عندي شرط. مو تضغطي علي، بس انزل من عندها وتقلي لي اللي حكته ريهام، بدي أعرفه. والنظرات المرعبة بلا هون. فهمنا تمام، طلعي لفوق وخليها تشكي لك على القليلة. فهميني ليش بدها تترك الشغل؟ شو الشيء اللي صادمها لحتى صار فيها هيك؟ والله عم يحترق قلبي ومو طالع بإيدي شيء. تمام تمام، ما تشغلي بالك خالتي، أنا طالعة. ريحي قلبها شوي. مرحبا وهيبة. أهلين. أنا آسفة، بعرف إنه الوقت متأخر، تعي نشرب شاي. تعي ميرفت تعي، كنت ناقصتك. تعي نشرب شاي تفضلي. إيه؟ أصلاً أنا كنت عم أقول إمتى ميرفت رح تجي؟ في قصة ما بتعرفها. أمي تركيني لحالي. أنا مو أمك، أنا جيهان، فيني فوت لعندك شوي؟ تعي جيهان. شبك ريهام؟ شو صاير معك؟ آه؟ يلا حكي لي. صارت شغلات كتير بشعة، بظن جانبيك تأكد هلأ أني بحبه وحاول يخليني أحكي. يا الله خلصنا. شو بو جانبيك؟ ما عاد عنده شغلة غيرك؟ شو بده فيكي بقى؟ تصرفت معه بطريقة سيئة وكذبت عليه وما قدرت أقول له الحقيقة أبدا، اضطريت أرجع كذب عليه كذبة تانية، وهلأ تركني. قال لي ما عاد تشوفي وشي مرة تانية، شلون أنا بدي أعيش بلا؟ أوف. تعرفي شو فكرت للحظة؟ يعني إنه بلكي هو كان بيحبني وساكت، وقلت لحالي ريهام خلص هلأ اعترفي بكل شي،
تكوني مع جان ديفيد المصور العالمي المشهور الشاب الذكي اللي قلبه طيب. وبعدين قلت يا ريهام شبك اصلا كيف رح تبرري له؟ رح تخبريه على الخاتم وكيف سرقتي الملفات من البيت؟ دمرت له كل شيء، شوهت اسمه، المهنه اللي بحبها دمرتها، وسمعته تشوهت بسببي، كيف بده يفهمني؟ لنقول اني بررت، معقول بعد كل هاد يحبني مثل قبل مثلا؟ هالشي بس بيصير بالافلام مو بالواقع، لهيك لازم اقضي حياتي عم ابكي واتحسر وبس. لك اف لا تقولي هيك، خلص حبيبتي. امسكي في داكي شو ما صار، يلا امسحي دموعك. شو بدي ساوي؟ هدول المشاعر أول مرة بحس فيهم، بدي اياكي تساعديني للاقي طريقة أنسى وأنسى حبه. متخيلة إني ما رح ساعدك ريهام، أنا رفيقتك وجنبك لك هبلة. اسمعي لقلك، بتعرفي شغلة؟ الحب الأفلاطوني أحسن شي بالدنيا، بتحبي من بعيد ولحالك، لا هم ولا غم وراسك بضل مرتاح، وهيك حبيه لجنبك. خلص حبيه بخيالك وسكري على الموضوع. وبعدين شو من شان ألباتروس تبعك؟ شو شكلك نسيتي؟ تركي ورجعي دوري على ألباتروس تبعك. مظبوط، هو هيك، أنا ما عاد لازم فكر فيه. بعدين شلون وحدة بتحب واحد وبتنادي له يا بيك؟ ايه والله، وبصراحة ما كانت ظابطة براسي قال يا بيك. بس هاد جان بيك ما بعرف كيف كتير مختلف، بتحسي اللي مثله بيظهر مرة وحدة كل قرن، كتير ظريف وشكله كتير حلو، صعب تلاقي مثله بالدنيا. يبعت لي حمى ما أغباني. والله بالغلط، شو كنا عم نقول؟ كنا عم نحكي عن ألباتروس. ها؟ طلعي ألباتروس ليكو قدامك. يا ريهام وينك لهلا؟ الساعة 9:56 دقيقة ومالك هون، شو هالحالة هي ريهام؟ بصير عم تعملي؟ عم عد الدقايق من شانك، حاسس حالي صرت عداد بجانبك. ليكي 57 دقيقة، ما بيصير موظفة خدمة تتأخر هيك، لازم تجي على الشركة أول وحدة وتخدمي الموظفين وتخلصي كل شغلك، هالشيء مو مقبول أبداً. جيجي هي إمتى جاي لهون؟ ما بعرف، ما ردت على موبايلها فتركت لها مسج. كل هي كانت مسج؟ فكرتكم عم تحكوا مع بعضكم. شو ساوي دارين خانم؟ ما ردت، تركت لها رسالة. أنت بتضلي بتضغطي علي كل شوي، جي 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 جي. صرخي على لوريس كمان. جي جي لوريس دارين خانم حاجة جنان بقى. وجان ما عم يرد على موبايله، في احتمال يكونوا مع بعضهم يا ترى؟ ما بتوقع مع بعضهم، لا تضلي تفكري بهالقصة، لا تشغلي بالك. خلاص، كان المفروض يكون في ملخص لملف من 246 صفحة موجود على الطاولة هلأ مشان الاجتماع. بتروح بتلاقي لي هاي ريهام وين ما كانت تكون وبتجيبها على الشركة. طيب حاضر دارين خانو، يلا 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 تحرك. اركض. عم اركض، شو بدك يعني ركب جناحات وطير؟ الله يلعنك. كيفك جيجي؟ أهلين أمير بيك. Thank you.
أنا كتير بعتذر أمير، لو سمحت رد على اتصالاتي، لا البيت ولا الشغل إلهم معنى من دون وجودك. خلينا نحكي، أعطيني بس فرصة واحدة. أمير؟ تعرف جان وينه؟ ما عم يرد على موبايله بنوب. امبارح المساء ما إجا على البيت، أكيد هلأ بيجي. إيه بس الفريق تحت صار لهم ساعة ناطرينه، يعني ليش لا يعمل هيك والاجتماع هو بده إياه؟ إيه فهمت، أنا رح جرب دق له. إيه. شوفي جان، أنت منيح؟ امبارح ما أجيت على البيت، أنت بالبيت هلأ؟ لا. الفريق كلهم هون ناطرينك، في عندكم اجتماع. أنا مو جاي. كيف يعني مو جاي؟ وينك أنت؟ عم أقول لك مو جاي يا أمير، خلص قلهم ما حدا يستنى. لك يا جان افهم، ما بيصير ما تجي، شغل شركة قالينا مستعجل. خلي دارين تبعت الملفات على البيت، من هنيك بيشتغلون، أنا هلأ كتير مستعجل. اسمعني جان. شو صار؟ سكر. هاي حركات جان، أنا بعطيله الملفات على البيت، هنيك بيشتغلون. ماشي، ايه ببعتهم ما في مشكلة، بس شو مشان الشباب يلي ناطرين تحت؟ شو بدي أقول لهم هلأ أنا مثلاً؟ أمير، شو رأيك تترأس أنت الاجتماع؟ أنا ما بفهم بقسم الإبداع. إيه عادي ترأس الاجتماع بدال جان، أنت كمان مدير، أنت مديرنا كلياتنا هون. طيب ماشي، يلا ننزل. يعني وافقت؟ إيه.